كل عام يزيدوا الحرائق على العام اللي فات مقر. يعني من الخطورة للأخر من المصيبة أكثر منها. وديسكاها وزرعها زرعها يعس فيها وزرع لها خدامين وشفاه وربما كريدة وطحشين مثلا من الباكاو من العباد ولا واش اليوم بعد يجي واحد دريان يجي واحد ما كاش خلاص يجي واش يدير عود زلال دريف يقرر اللي يقول لك باللي النار الطبيعة راهي تحرق فيها في الداء نجيب لك ذي الوقت سجاد زي نحكى على كلها لمصيبة الإنسان. الإنسان هو اللي راه يحرق في الغابة ويحرق في المحاصيل ويحرق في الأشجار المثمرة. الغابة يا عباد ربي هذه من وقت فرنسا الملعونة المستعمرة هل عندها الأخرى